بخصوص الاعتذار في فريق السوشيال ميديا، يا انهم ما يتابعون يا انهم ياخذون اول مقطع بس فيهم بلا، يعني لازم تناقش معهم او احنا نقابلهم ولا نتراسل معهم، لان في مقطع طالع لي اني انا اعتذر للرشيد عن ما كنت اعتذر للرشيد، المقطع ما كان فيه اي اعتذار ولا صار الموضوع على ان اعتذار ما اعتذار، فليش تكتب كذا من راسك بس؟ ايه انتبهوا يا الربع ترى ما يصلح، انتبهوا ولا حطناكم على الطاوله، ارحم والديكم عدلوها ولا اشوف لكم حل. اعطونا ايمن وسلطان. ايه خذ راحتك محمد منصور.